قائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا البرنامج، برنامج الإسلام والحياة، الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المشاهدين. ضيفنا في مثل هذا اليوم فضيلة مفتي الديار الليبية الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام، وأحييهم جميعا وأبارك لهم عيد الأضحى المبارك. تقبل الله من الجميع النسك والطاعة، وجعله عيد خير وبركة ويمن علينا وعلى بلاد المسلمين. اللهم أمين وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. ننوه الإخوة المشاهدين في بداية هذه الحلقة على أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. بداية شيخنا، بمناسبة قرب عودة الحجيج إلى الديار سالمين بإذن الله تعالى ومقبولين إن شاء الله، نريد أن تبين لنا شيخنا ما هو الحج المبرور وما علاماته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقبل الجواب على هذا السؤال المهم في هذا الوقت المناسب له، لابد لي أن أوجه كلمة استنكار وغضب على ما يجري في إقليم مينمار. هناك مذابح وحشية تحصل للأقلية المسلمة في تلك البلاد، والعالم كله يتفرج عليها، ومليار ونصف مليار مسلم يعيشون على هذا الكوكب يرون بالصورة بالصوت وبالصورة ما يجري من مذابح لإخوانهم المسلمين الأقلية في بنمار، وما يفعل بهم أعداء الله من البوذيين، وما يقومون به من تطهير عرقي، مسح شامل، قتل، تقطيع، حرق بالنار، حفر أخاديد، وردمهم أحياء تحت التراب، وتهجير من لا يقدرون على قتله. هذا والله أمر تتقطع منه قلوب الوحوش وتتقطع منه الحجارة، لا قلوب الإنسانية التي يتاجر بها العالم الآن، يعني والأمم المتحدة ويعني والمسلمون وبقية الأحرار يسمون أنفسهم أنصار الحرية وأنصار الإنسانية، هم يتكلمون الآن على القانون الإنساني الدولي، ويتكلمون على القانون الدولي في أخطاء صغيرة جدا ربما تحصل في بعض البلاد، فيقيمون الدنيا من أجلها ولا يقعدونها، ويستدعون مجلس الأمن للانعقاد، وتتخذ الحكومات الكبرى المواقف الصارمة، نحن لا نسمح بكذا، نحن نفعل كذا، نحن نفعل لكوريا كذا، نمنحهم، نقطع التجارات، يعني نقفل البنوك في وجوههم. عندهم إجراءات كثيرة وخيوط يملكونها تجاه الدول التي يريدون أن يعاقبوها،
ولكن ما يجري في مينمار لا يعنيهم أبدا، لا من قليل ولا بقليل ولا من كثير. حتى الأمم المتحدة بعثتها كانت هناك انسحبت ومتظاهرة بأنها لم تستطيع أن تفعل شيئا. فهذا في عرف ليبيا، في عرف ناني يقول زي اللي يحرج على دار العرس. يعني ماذا صنعت الأمم المتحدة من انسحابها؟ انسحبت متظاهرة بأنها غير راضية، ولكن هذا هو عين الرضا، لأن لو أرادت أن تفعل شيء لفعلته. هم يعقدون مجلس الأمن ينعقد لأصغر من هذا بكثير، ويتخذون قرارات ويتخذون عقوبات دولية، عقوبات منها ما يجري على ليبيا الآن، عقوبات وحصار ويعني دول يسلطونها وطائرات تضرب وشعب ليبيا يموت، يموت بسبب ماذا؟ بسبب المجتمع الدولي اللي سلط عليهم هذا. الله وأعطاهم الضوء الأخضر، أعطى الضوء الأخضر لقطر، وأعطى الضوء الأخضر للسعودية، وأعطى الضوء الأخضر لمصر، وأعطى الضوء الأخضر لفرنسا. هم يعني دمروا بنغازي وقتلوا الناس. المجتمع الدولي عندما يريد أن يفعل شيء يستطيع أن يفعل، ولكنه عندما لا يعنيه الأمر، فالمسلمون في مينمار لا يعنيهم الأمر، وربما موقف الدول الكبرى والدول الأمم المتحدة وغيرها هي موقف يعني على أحسن الظروف إذا أحسننا الظن، مثل يعني قول القائل شيء لم أمر به ويعني لم يسوني. هذا إذا كان أحسن بالظن أنها ليس في يد، ولكنه لا يسوها، ولذلك هي لم تتخذ أي إجراء. وهذه وصمة، والله وصمة عار فيما يسمونه حقوق الإنسان وما يسمونه القول الإنساني والقانون الدولي. ولكن لومنا هو على المسلمين أفرادا ودولا وجماعات، فأولئك هم أعداء المسلمين، لا يرعون فيهم إلا ولا ذمة. لكن أين المسلمون؟ أين مليار ونصف مسلم مما يجري؟ هم يرونه، يرونه بالصوت والصور، يرون ما لا يفعل، ماذا يفعل بإخوانهم. ما يجري في مينمار هو مثل ما أخبر الله تعالى به في قوله في سورة البروج، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني لا ينقمون من أعلى أهل مينمار الذين يذبحونهم ويقطعونهم أحياء ويدفنونهم في التراب، ما نقوا شيئا عليهم إلا أنهم يؤمنون بالله، إلا هم كانوا يؤمنون بالله، وما نقوا منهم إلا أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين جميعا، على كل مسلم وعلى كل فرد أن يقوم بواجبه تجاه هذا المسلم. أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، في رواية ولا يخذله، بل يقف معه يعني بحسب امرئ من الإثم ومن الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكيف وهو يراه يقتل ويقطع ويذبح ويفعل به ما يفعل من هؤلاء الوحوش؟ لابد الناس كلها أن تخرج في المدن وفي البلاد الإسلامية، الناس الذين لا يملكون سلطة ولا يملكون مال يعينهم به، عليهم أن يخرجوا في الطرقات وفي الشوارع ينددون بهؤلاء المجرمين ليل نهار، لا يكفون، لأن هذا هو الجهاد في حقهم. لأن الجهاد الآن واجب، واجب لنصرة هؤلاء. الله تبارك وتعالى يقول وإن استنصروكم في الدين، وإن استنصروكم إخوانكم المسلمون يعني، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وليس بينه وبين هؤلاء البدين المجرمين السفلة القتلة، ليس بينه وبين المسلمين أحد. وذلك يجب نصرة هؤلاء المسلمين الذين يذبحون وبهذه الصورة المتوحشة. فعلى المسلمين جميعا أن يقوموا بدورهم وأن يخرجوا استنكارا حتى يؤدوا بعض ما وجب عليهم، لأن الله سيسألهم جميعا على خذلان إخوانهم، وعلى الحكومات المسلمة كلها وعلى العلماء أن ينددوا بهذا ويعلنوا في القنوات وفي الأماكن العامة وفي الدروس، يحفزون المسلمين ويحرضون على الخروج للمطالبة بنصرة هؤلاء، يطالبون حكامها بنصرة هؤلاء. وعلى الحكام جميع حكام المسلمين أقل ما يجب عليهم أن يستدعوا السفراء هذه الدول ويستدعوا السفراء الدول النافذة الكبيرة، ويطلبون منها أن تطلب من بلدانهم الوقوف مع المستضعفين ومع المظلومين، ويحاجيونهم بما يتكلمون به ليل نهار عندما يريدون الفتك بالمسلمين. فعلى كل الدول المسلمة أن تقوم بواجبها
والأمم المتحدة هي مجتمعة في هذه الأيام والأيام القريبة، فعليهم أن يجهزوا أنفسهم، الدول الإسلامية عليها أن تجهز أنفسها وترتب نفسها وتهيئ أمرها للدفاع عن قضية هؤلاء المسلمين. فإنما يجي من مذابح في أعناقهم، والله إنها في أعناقهم، إنهم خذلوا المسلمين المستضعفين وتركوهم لأعدائهم يقتلون. ثم ما بال العلماء وما بال الدول التي تملك الأموال مثل دول الخليج والسعودية وغيرها، لماذا لا يقفون مع إخوانهم الآن يهجرون إلى بلاد فقيرة لبنغلاديش، بلاد حتى أهلها يموتون جوعا وهم يهجرون إليها ليستقبلهم الجوع. فالدول التي تملك المال أو تملك يعني شيء من القوة من السلطان عليها أن تتبنى قضاياهم، سواء بنصرتهم في المحافل الدولية، النصرة السياسية، أو باستقبال المهجرين، أو باستدعاء السفراء. لابد من العمل، هذا واجب شرعي على كل مسلم، على كل دولة مسلمة، وخصوصا السعودية التي يعني ترفع شعار خدمة الحرمين وأنها تقود الدول للمسلمين، فإن والله خذلتهم وتسلطت مع أعداء الله على المستضعفين وعلى الفلسطينيين وعلى قضية فلسطين وعلى كل الدول التي الآن تناضم لأجل حريتها. كل دول الربيع العربي الآن هي السعودية تقف ضدها، وللأسف خوفا وحرصا على عروشهم. عليهم أن يتقوا الله، فإن الله عز وجل ينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فلا ينفعهم يعني الخلود إلى الظلم والخلود إلى الانتماء إلى الظلمة وخذلان المسلمين وخذلان المستضعفين، سواء كانوا في فلسطين أو في مينمار أو في ليبيا أو في غيرها من البلدان المستضعفة التي تسلط عليها أعداء الله. أعداء الله، فعلى كل المسلمين أن يقوموا بواجبهم الشرعي، فإنهم سيحاسبون على تركهم وخذلانهم لهؤلاء القلة المستضعفة التي يجري فيها الآن تطهير عرقي بمعنى هذه الكلمة. ثم بعد ذلك السؤال الذي جاء في الذي ورد هو عن الحج المبرور. الحج المبرور، ما هو الحج المبرور وما هي علاماته؟ الحج المبرور هو كلمة مبرور، هذه أتت من البر، والبر كلمة جامعة لكل خير. هناك كلمتان شرعيتان عظيمتان عزيزتان يعني تجمعان كل خير، وهي من الكلمات الشرعية، وهي كلمة البر وكلمة الفلاح. أينما ذكر الفلاح وذكر البر فذلك هو الخير كله. عندما يقول الله تبارك وتعالى إنه لا يفلح الظالمون، معناها أهل الظلم وأهل الفساد وأهل الفجور، الله عز وجل حكم أنهم لا يفلحون. وما لا يفلحون؟ أنهم ممنوعون من كل خير. عدم الفلاح معناه المنع من كل خير، سواء كان من خير الدنيا وخير الآخرة. وكذلك كلمة البر هي كلمة جامعة لكل خير، خير الدنيا وخير الآخرة. والحج المبرور، النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وإن اختلف أهل العلم في تفسير كلمة المبرور، يعني هل هو المقبول، وما عليه أكثر العلم الحج المبرور هو الحج المقبول، أو الحج الذي يأتي به صاحبه على الوجه الأكمل مستكملا لشروطه وأركانه وما يتعلق به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحج قاعدتان بين في الحج قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه لابد أن تكون هذه العلامات، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من أركان الحج المبرور، لأن ترتب على أن من حج فلم يرفث ولم يفسق، الرفث هو كل ما يتعلق بالشهوة وبالنساء في الوقت المحرم عليه، سواء كان نساء من أهله وزوجته في الوقت المحرم عليه النساء، أو بغير زوجته في الأوقات الأخرى. لم يرفق، لم يتكلم بما يتعلق بأمر النساء والشهوة، ولم يفسق، الفسق هو العصيان، هو الخروج عن طاعة الله.
العصيان هذا قد يكون بترك بعض أشياء الواجب عليه فعلها، وقد يكون الاتيان ببدع وبخرافات أو بمفاسد أخرى أو بإنفاق مال حرام أو بغير ذلك، يعني المعاصي بصفة عامة. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، معنى هذا حجه مبرور لأنه يأتي من حجه كأنه ولد جديدا. العشرين سنة والخمسين اللي عاشها والستين تعتبر كلها بالمحايا، محيت خلاص ما عندها فيها شيء، وهي صفحة بيضاء نقية وخرج منها كأنه ولد اليوم. هذه قاعدة تبين لنا يعني ماهية الحج المبرور. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه عند الشيخين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني مواصل العمرة في كل عام كل ما يقدر عليه الإنسان أو حسب ما يستطيع، والحج المبرور الذي اجتمعت فيه شروطه وسنذكر بعض علاماته ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ولما يقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، العلامات التي ذكرها أهل العلم للحج المبرور يعني أو الشروط التي ذكروها له، من أهمها وما أريد أن أتعرض إليه أمران. الأمر الأول هو طيب النفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وحديث الحج الحج المبرور، وهو المعنى الحج المقبول، الحج المبرور معنى الحج المقبول ليس له جزاء إلا الجنة. والله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت أن تكون ممن حجه مبرورا لا بد أن تكون نفقتك طيبة، نفقة طيبة في الزاد وفي النفقة وفي ما تحج به وفي كل ما يعني من يوم أن تبدأ في الحج وتنفق أموالك في الحج لابد أن تكون نفقتك طيبة. شو معنى نفقة طيبة؟ معنى نفقة حلال أخذتها من مصدر حلال، ما أخذتهاش يعني مش لازم من حاجة اللي نريد أن نبينها بوضوح، مش لازم راو من قلوش النفقة الحرام هي اللي أنت فقط وقفت في الطريق وقفت سيارة واخذتها من صحابها حرابة جياشة، مش لازم. هذه صحيح هذه على رأس المال الحرام، الجياشة وقطع الطريق والفلاقة والحاجات هذه على رأس المال الحرام، لكن هناك أبواب كثيرة جدا وبالأخص في بلادنا هي من باب المال الحرام، وربما الناس يغفلون عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، فإذا كنت تعمل عملا حراما عملا إثما بمعنى أنك تعاقدت على شيء ولم تفي به وأخذت عليه مالا، أو غششت في مالك، غششت في الذي تعاقدت معه أعطيته نصف حقي وأخذت أنت النصف الآخر واستغفلته ورضي بذلك وظننت أنك يعني ربحت الصفقة، فأنت خاسر، لأن هذا المال الآخر نصف المال الذي غششت به هذا هو مال حرام وليس مال طيب. فإذا حجيت بمثل هذا المال معنى مال حجك لم يدخل في تعريف الحج المبرور. إذا كنت تفتح في اعتمادات وتغش فيها وتزور فيها وتدفع فيها في الرشاوة وتسرق الأموال وتأتي بالحاويات فارغة وتستغفر في الشعب الليبي وتنهب في المال العام بطريقة أو بأخرى من مصرف ليبيا المركزي وإلا عن طريق التحويلات، وسواء كانت التحويلات الصحية سرقة يعني من أموال المرضى أو سرقة من أموال وزارات أخرى بعثات وإلا مهمات ولا كذا تخترقها لنفسك من أجل أن تأخذ علاوات وأنت لا حق لك فيها، فأنت تأخذ مال حرام. فإذا حججت بهذا المال فأنت لم تدخل في الحج المبرور، لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا كنت أنت ممن يعني يهرب المال العام، يهرب السلع، يهرب النفط، ويهرب يعني الشياه والخراف التي أتي بها
للتسهيل وتهويل الأمر على بني جلدتك وبني عمومتك بحيث لا تشق عليهم ويصلون للأضاحي، وأنت يعني هربت هذا المال وهذه الشياه وهذه الغنم حربت إلى بلد أخرى فأنت تأكل مال حرام. إذا كنت أنت تلاحق سيارات الوقود التي تذهب إلى الجنوب، الوقود الآن في غاث وفي مرزق وفي أباري وفي العوينات وفي سبها وفي الكفرة، يعني وصلت يعني اللتر أو المقدار القليل منه بسبعين وخمسين ومئة دينار. فأنت الذي يا من تلاحق سيارات الوقود وتقطع الطريق وتمنع عليهم التموين، يا من تمنع على أهل درنا الدقيق وتحاصرهم، وسواء كنت ممن يقف في البوابات بالسلاح ويمنعه أو كنت ممن يملك الأمر والتوجيه أو ممن يحرض على ذلك أو ممن يكون في سدة الحكم، ممن هو تولى هذه المسؤولية سواء في مجالس أو في حكومة أو في أي مكان آخر، فإنك بتفريطك وبإسهامك في محاصرة هؤلاء الآمنين المستضعفين وفيهم الرضع وفيهم الصغار وفيهم الكبار، وهم أهل درنا أشاوس أبطال، هم الذين حرروا ليبيا من الدواعش، هم الذين طردوهم شر طرده وقتلوهم وفعلوا بهم ما فعلوا. فأنتم الآن عندما تحاصرونهم كأنكم تنتقمون للدواعش من تحاصرونهم، ومن تسكتون على حصارهم فإنكم تأكلون أموالا حراما لأنكم لا تؤدون ما وجب عليكم. فإذا كان واحد منكم من جماعة الذين يحاصرون درنا أو يهربون الوقود أو يحاصرون سبها ويحاصرون الجنوب أو يهربون الوقود ويهربون الأغنام على الحدود التونسية في زوارة وفي الجبيل وفي المناطق هذه، كل من يفعل شيء من هذا فإنه عندما يحج بهذا المال فهو يحج بمال حرام، وحاشاه أن يكون الحج مبرورا إذا كان يؤخذ بهذه الصورة، صورة التزوير والكذب والغش ويعني الاعتداء على الآمنين وعلى المستضعفين وعلى المظلومين. يا من تجلسون في كتائب الآن متنمرة وتفترس، كل من تريد أن تنتقم منه تطوله، يداهمون البيوت ويداهمون المقرات ويفعلون ما يفعلون بالمؤمنين وبالمستضعفين، ومن يأخذونه ينتهي أمره لا يتكلم عليه أحد، وليس هناك قضاء ولا محاكم، وأقصى ما يقولون إذا كلمهم أحد يقولون هذا إرهابي، يلبسون بهذا الثوب الذي يعلمون أنه يرضي أسيادهم، يرضي الظلم الذي يتسلط عليه، عندما تقول لهم إن هذا إرهابي هم يرضون عنك، ربما يكافئونك ويعطونك الأموال ويعطونك حتى العملة الصعبة في الوقت الذي الناس تعجز عن الحصول على العملة الليبية التي صارت ممتهنة لا قيمة لها. هؤلاء الذين يتسلطون على الناس يعني بقطع الطريق، إما يعني يمسكوا في بوابات ويأخذون من يريدون ويتركون من يريدون ويقتحمون المقرات ويقتحمون البيوت ويأخذون الناس ويتهمونهم زورا وظلما وبهتانا بإرهاب أو بغيره، ونجدهم للأسف بعضهم يحج بهذا المال الذي يعطى مكافأة سواء كان من المجتمع الدولي أو من مصرف ليبيا أو من المسؤولين، مكافأة على قيامه بهذه الأعمال الإرهابية، وهذه الأعمال هي بحق أنها إرهابية، ولكنهم يسمون أنهم يعني هم الذين يعني يحرسون الأمن في ليبيا، وإن بعضهم لا يذهب إلى العمرة وإلى الحج ويدير هذه، يريد هذا المكر وهذا القطع الطريق وهذا الاعتداء والاقتحام على الآمنين، ويدير هذه السجون المظلمة يديرونها هناك. هؤلاء الناس كثير منهم يديرون هذه الأعمال المتوحشة الإجرامية على أبناء وطنهم من أبراج الكعبة، من فوق الكعبة، يذهبون للحج ويذهبون للعمرة وهم يديرون هذه الأعمال الشنيعة، امشي لفلان ما تسمعش كلام فلان، يعني بعضهم في الكتائب وبعضهم من هو موال لهم ومتعاطف معهم يذهبون للحج وللعمرة، وشغلهم الشاغل تجدهم عن طريق الاتصالات هذه الهواتف وغيرها هم يديرون هذه المسائل، الاقتحامات والاغتيالات والاختطاف، وأفعل بفلان كذا وفلان معانا وفلان ضدنا وفلان كذا،
يديرونه من أين؟ من فوق الكعبة، يذهبون إلى العمرة دون الحج. هم من يفعل هذا؟ هل يمكن أن يكون حجه مبرورا؟ أو يكون هو ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة؟ يعني من يعني يواصل بين العمرة والعمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة؟ هذا حاشا أن يكون كذلك. هؤلاء ظلم عليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويعيدوا حجهم وعمرهم إن كانوا يريدون القبول. فعلى كل من صدم شيء من هذا عليه أن يتوب ويرجع إلى الله، فإن باب التوبة مفتوح. هذا جزء من علامات الحج المبرور أو من شرطه. وهناك علامة مهمة ذكر العلماء للحج المبرور، وهي أن الحاج عندما يرجع من الحج يتحول حاله ويتبدل إلى أحسن حال، يترك ما كان فيه من المعاصي، ويترك ما كان فيه من الظلم، ويترك ما كان فيه من أكل المال الحرام ومن الغصب ومن السرقة ومن ترك الصلوات ومن الخمر ومن سب الدين ومن الحشيش ومن الاغتيالات ومن قطع الطريق ومن الخروج على المستضعفين وعلى المظلومين وقتل الأبرياء ونبش القبور ومحاصرة المستضعفين والمظلومين سواء كانوا في درنة وإلا كانوا في الجنوب. يعني ما كان يفعل شيء من هذا وذهب إلى الحج وأكرم الله بالحج، فعليه إذا أراد أن يتوب ويعلم أن حجه مقبول وأنه خرج من ذنوب كومه ولدته أمه، عليه أن يترك هذه الأعمال السيئة كلها ويتحول حالها إلى أحسن حال، فإن ذلك علامة خير وبشرى له. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيك. ربما نأخذ بعض الاتصالات، وأيضا هناك بعض الأسئلة في على وردت على صفحة القناة. نعم نأخذ هذا الاتصال. عبد الفتاح من طرابلس، مرحبا. السلام عليكم شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. حييكم حي فضيلة الدكتور المفتي الشيخ صادق غيلاني، بارك الله فيكم. يا أهلا وسهلا. طالما تتكلمون عن الحج، يعني هناك بعض الناس وما أكثرهم يعني لا يخرج اسمه ما يسبب القرعة، ولكنه بطريقة أخرى يذهب إلى الحج. ما حكم هذا الحج؟ والشطر الثاني من السؤال، عفوا بس فقط الآن هذا الجزء هو عن طريق الفيزا، ما يسمى بالفيزا الحرة، بالواسطة أم بزيادة دفع المال؟ عن طريق الحج، لكن بتمن هنا من ليبيا، يعني بالطريقة بالمعرفة بالواسطة بالمحسوبية يعني. نعم وموجود. فهناك طيب. بعض الناس يتملقون باسم الدين، تجده يتظاهر بالدين وكذا وغيره، ولكن لما يتحصل على الشيء الذي يجري وراءه كما قيل صلى وصاب اليوم إن كان يقضيه فلما قضى فلا صام ولا صلى، يعني لما يوصل المكان اللي هو يبيها والكذا يتغير كليا. وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. في اتصال آخر. أم معاذ منين؟ أم عبد الرحمن منين؟ طرابلس. نعم. السلام عليكم شيخنا. اهلا وسهلا. بيحبك شيخ صادق ويفيد الامه بعلمك. شيخنا بينسلك اذا كان الانسان مش مقتدر ماديا على الذهاب للحج، فهل يعني واجب عليه يقدم في القرعه كل سنه او انه معناه يعني ما يقدمش اذا كان مش مقتدر ماديا؟ بعدين اذا سمحت رواتب، هل في راتبه للعصر قبل العصر وبعد العشاء؟ أم لا؟ إذا سمحت لي شيخ بالنسبة للهجرة غير الشرعية، يعني الأهالي يعرفوا أن أبنائهم يعني يأخذوا في القوارب هذه ويودوا في الناس الموت ويصفوا في الأمن القومي، يعني أن عاطين سبلة للأجانب أن يدخلوا في البلاد، وحاليا سمعنا أن حيديروا مركز وممكن يضربوا بالطائرات أو غيره. يعني الوالدين والأهالي يعرفوا أن أبنائهم دايرين هذا الأمر، يعني شن توجه لهم من كلام؟ إضافة إلى شو الحكم الشرعي في هذم اللي يتاجروا في البشر بشكل هذا يغرقوا فيهم في البحر ويضروا في البلاد الأمنية؟ هذه حاجة. وبعدين بالنسبة اللي صاير في الدولة، يعني البوذيين هذم، يعني أقل شيء حكومتنا، يعني وين ما سمعناش ولا تعليق ولا إدانة ولا أي شيء، يعني بس يمشي للنادي الأهلي السيد سراج ويجهز بروحه للانتخابات وغيره، ما سمعناش ولا تعليق. هو يعني حتى عندنا هنا ما سمعناش نفس الجرائم اللي صايره في ميانمار صارت عندنا في بنغازي، وتم تهجير الناس على الهويه وتم قتلهم وتم غيره، ونفس الحال يعني ما لناش رده فعل. فيعني ان شاء الله ربي يتولاهم وان شاء الله يهيئ لهم من عنده من ينصرهم. شكرا. واحنا يعني بالنسبه لحكومتنا هذه يعني شكرا عبد الرحمن. نشكرك يا عبد الرحمن.
محمد من طرابلس. نعم تفضل اخ محمد. الو تفضل. مرحبا شيخ محمد الله، حياك الشيخ الصادق ربي يحفظه ويطول في عمره. السؤال الاول يا شيخ، بالله انسان اقترب من شخص بالدينار، اعطاه سلفه بالدينار، ايام كان الدينار ب 2 دينار، وتو برجح له، هذه رجح له بالنقد الليبي ولا بالدينار بالقيمه الحاليه؟ نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ معلش، انسان يترحم على القذافي ويؤم الناس، هل تجوز الصلاه خلفه ولا لا؟ السؤال الثالث معلش يا شيخ، الان رئيس لجنه الحج اللي الليبيه طلع انه هو صبري الفرجاني، وهذا المعروف عضو من اللجان الثوريه، ويوم 16/2 في 2011 يقول افديك بنفسي وروحي، وعقيله صالح بيع القذافي يوم 17/2، ونجله الرئاسي مش بعيد من نقول على الثوره انتهت في ليبيا. معلش هذا السؤال للشيخ، هل نقول ان الثوره في ليبيا انتهت؟ طيب شكرا، بارك الله فيك. شكرا محمد. نعم الاخ حسين من طرابلس. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نهايك يا شيخ عبد الله. يا اهلا وسهلا. الله يحفظه من صار الشيخ الصادق الغرياني الدكتور الصادق. امين بارك الله فيك. انا سؤالي موجه للشيخ الصادق وبيه جاوبنا عليه. تو احنا درنا ثوره مباركه والحمد لله ونجحت وبفتاوي العلماء، صح ولا مش صح؟ نعم. وتو الثوره والله تقول اختفت يا شيخ عبد الله. الكتائب هذه اللي كانوا معنا ولوا ضدنا، سواتوا وار طرابلس، سواتوا غنيوه، سوا كارس، سوا شنو، ويقبضوا في الناس ويديروا في الناس. اعرف من ايام زمان يا شيخ الصادق راه بايح لي تو نبدوا فتوى ضدهم، نطلع عليه زي ما طلعنا القذافي، الناس قلوبها ماتت، ما عادش تبي تطلع الشيخ قداش مره يقول اطلعوا الميادين ما يبوش يطلعوا. هل نستعملوا زي ما استعملنا ضد القذافي؟ يجوز. نعم. عليك انا مش قصدي بدي نورط الشيخ راه، لكن طيب. يجي ما نسمع الشيخ يقول على الثوار توحيد الصفوف، على ما عاد عرفنا من الثوار من هم راه، والله ما عاد عرفنا يا شيخ عبد الله. قاعده قناتكم انت وقناه الندى شويه حتى هي بدت تميل على المسار راه وبين ماشي. شكرا شكرا. راه خليني يا شيخ عبد الله، انا ما عمري استقل ترى، معليش اذا بدات ليا باش نبي نعرف. طيب وصلت هذا بس واحد حتى لا قدر الله جات المنيه يرجع لي قنطره لا مرتبات. انا نعدوا لي نبي معاش يا شيخ عبد الله، عمري 43 سنه قاعد ما تزوجتش ولا عندي معاش، كنا في اللجنه الامنيه وقفوا علينا وطلقت الحكايه ومعاش عرفنا اللي من ندوه يا شيخ عبد الله. والله العظيم انا مش تو نشكر عادي قدامي، قسما بالله يا شيخ عبد الله الحكايه اللي مضمره مضبوط، والله ما ادري ترى بالليبي هيك كلامي طبيعتي. يعني انا مو شيخ صعد وما ينفعش معاهم حل سلمي يا شيخ، تلاقوا علينا تكالبوا علينا فيني حتى في الثوره عمره 10 سنين تو شاف بندقة يوقف عليك يريحلك من قبرك وما يخلي ما يدير لك، والله ما عندك من تشكي يا شيخ عبد الله. طيب نشكرك. انا لا قصدي انا مش بنورط الشيخ، الناس والله واضح 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 ونصها كرامه، والناس اللي يبوا الثوره نصفوا الثوره بدون شويه ما ايش عرفناهم من هم يا شيخ عبد الله. بارك الله فيك بارك الله فيك حسين. شكرا شكرا حسين. احمد من جادو تفضل احمد. مرحبا تفضل. اهلا وسهلا. سؤالك. عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. نعم. نبي نستفسر على الاسباني تو اللي هذا اللي هربوا فيه لتونس. نعم. قبل فتره مديرين بوابه في منطقه شكشوك. وشدوهم هنا في اللي يقول لك شدوا سيارات كبار وباعوهم هنا في المنطقه في جابي. وفي اللي يقول حرام وفي اللي يقول حلال. سؤالك سؤالك تسال عن يعني سؤالك ما هو تحديدا؟ عن التهريب ام عن بيع هذا الشيء المطلوب؟ ايه هو التهريب شادين ومربطين مع بوابات اللي قدام تاع تيجي. وقصدي مضمونات تهريب 90% تهريب يعني 100% يعتبر. يا احمد احمد الان بوابه مسكت المهربين واخذت منهم هذه الاغنام فقامت فقامت ببيعها. هذا البيع هل لصالح من؟ لصالح جيوبهم الخاصه ام لشيء اخر؟ لا لا
ينباع ويعطوا في الفلوس لاصحاب السيارات يبيعوا فيهم بالسعر المدعوم يعني اعطوا آه نعم. تقريبا نباع 350 طيب. دينار نباع الشياه خلاص تمام شكرا يا احمد. الاخ محسن من الجنوب تفضل. نعم تفضل. ايوه محسن تفضل معي. نعم طيب الاخ خالد من جدابيه. نعم السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. اهلا وسهلا. تفضل. من الكلام اللي قال الاستاذ اللي تو عرفت اللي قال الصوره ديت هذا كلام منطقي كلام مفروغ منه. الصوره ديت ويقمعوا فيها سواء في الشارع سواء في الغرب وحتى الزوار اللي كانت روحهم مسمين ما مسمت الزوار هذوم سوى عرفت راح انتباع بايع الصوره المضاده ثم يقمعوا في الزوار وهم ولم يتكلم عام روح الزوار اليوم يقولوا فيهم يا شيخ. طيب. شكرا شكرا أخ... طيب لا نقف اذا على الاتصالات. شيخنا الان ربما ايضا في صفحه القناه الاخت امال علي تسال في الحقيقه سؤال طويل شويه يعني تسال عن صديقتها تقول انها كان هي مع زوجها تاخذ من ماله وخصوصا مع نزول المنحه وفي الغربه وتأخذ منه مالا لتنفق منه على البيت وما يتبقى تدخره دون علمه حتى تجمع لها مبلغ فاشترت به ذهبا قرابة 30 جرام بدون علمه. وقالت يعني أن هذا المال تقول أنه من حقي لأنه جزء من المؤخر والزوج يقر بأن لها في ذمته مال ولكن يتعذر بأنه يريد أن يتمكن من الحج قبل أن يسدد هذا الدين عليه. هل يجوز السؤال هل يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه بنية تسديد الصدق؟ والزوج يمتنع لأنه يريد أن يذهب إلى الحج يعني هذا السؤال. أي نعم 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 هكذا. أيوة كونها أن تأخذ من مال زوجها ما تنفقه على نفسها وعلى أولادها إذا كان هو يمتنع عن النفقة المعتادة لهم فهذا يجوز لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان عندما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها شحيح قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني بالشيء المتعارف عليه اللي اعتاد الناس الصرف عنه فأباح لها أن تأخذ من ماله من غير إذنه فيما تحتاج إليه في النفقة المعتادة هذا فيما يتعلق بنفقة البيت. أما فيما يتعلق بمسألة أن تجمع شيء من ماله من غير علمه لتشتري ذهب وتقول هذا بعض المهر فهنا هي تسأل هل طلبت منه المهر الذي حل أجله وهو امتنع فإذا كان لم تطلب منه ولم يمتنع فلا يحق له أن تفعل ذلك حتى لو تأخر وما أطر إذا كان لم تطالب لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك. لكن إذا كان هي عاجزة طالبت بكل الوسائل الممكنة هو يمنعها حقها فلها أن تأخذ حقها ويسمى هذا مس الظفر إذا كان اضطرت لذلك ولم تجد طريقا أخرى لاسترداد مالها. فمن العلماء من يجوز هذا يقول هذه مسألة الظفر يعني من ظفر بعين ماله أو بمقدار ماله أو بقيمة ماله ممن يمتنع أن يؤديه إليه فلو أن يأخذه. والزوج لا حق له في ذلك هو ظالم لأن إذا كان وإذا أدى الدين لا يستطيع الحج فالحج ساقط عنا لا يجب عليه الحج فكيف يفعل شيء غير واجب عليه ويترك شيء هو واجب عليه. الواجب عليه هو أداء الدين والحج إذا هو غير مستطيع لا يجب عليه فكيف يترك واجبا ليفعل أمرا غير واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم إذا كان هو عنده قدرة على أداء الدين يعني الحج يتركه جانبا لأن الله عز وجل تفضل علينا وقال ولله على الناس حج البيت يعني من استطاع إليه سبيلا. أما غير المستطيع فلا يكلف. فإذا كان هو قادر على أداء الدين ويمتنع عن أداء الدين من أجل
أن يجمع الحج لأي مشروع آخر فهو ظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يحل ماله وعقوبته، يجعله حلال يجعل لك حلالا تعاقبه وتأخذ من ماله بقدر ما تخلص بيدينها، ويحل للحاكم أن يعاقبه على ذلك. جزاكم الله خير. أيضا الأخت أم عبد الرحمن تسأل تقول إذا كان الشخص غير قادر هل يجب عليه أن يعيد أو يحاول ويكرر دائما كل سنة ويشارك في القرعة؟ لا، لا يجب عليه، لأن الحج غير واجب عليه، وما دام الحج غير واجب عليه فلا ينبغي عليه أن ينافس المستطيع، لأن هي الإمكانيات والأعداد محدودة، وهناك أناس مستطيعون هو قد يمنعهم بدخول في هذه القرعة وهو غير مستطيع، فما الفائدة؟ فعمله عبث وعمله قد يؤدي إلى حرمان الناس، وجب عليهم الحج ويحرمهم هو منه. أما إذا كان مستطيع فله أن يفعل، غير المستطيع لا ينبغي أن يتقدم إلى العمرة، إن الحج غير واجب عليه. نعم، جزاكم الله خير. الأخ عبد الفتاح من طرابلس يسأل عن حكم الذهاب إلى الحج عن طريق الواسطة. إذا كانت الواسطة هي لا تمنع أحدا حقه، بأن الناس كلها عندكم 7000 بالقرعة كلهم يأخذون حقهم، ثم هناك أناس أعطوا هكذا زيادة يعني، فله إذا كان وجد من يساعده من غير أن يدفع ثمن، ثمن لا من ماله ولا من عرضه ولا من مواقفه في نصرة الحق، لأن من يعني يخذل الناس ويخذل قضية الحق ويتنازل للظلمة، إذا كان الناس اللي يملكون الأمر هم ظلمة ويناصرون توجها معينا يظلم الناس ويقتلهم ويقطع الطريق ويتسلط على عباد الله ويريد أن يحكم البلاد بالحديد وبالنار، فإذا كان ثمن الواسطة هذا هو أن يمتهن كرامته ويعني يذل نفسه ويتنازع عن مواقفه في نصرة الحق فلا يحل له ذلك، لأن هذه رشوة. لا يجوز لمن يذهب إلى الحج، الحج المبرور كما قلنا هو الذي صاحبه لا يرفث ولا يفسق، يعني لا يفسق لا يعصي. لا يجوز أن الإنسان أن يتقدم الحج بالمعصية، إما بدفع مال رشوة أو بدفع مداهنة من نفسه ومن عرضه ومن مواقفه ومن نصرته الحق، بحيث ينهار ويضعف ويناصر الظلم من أجل أن يذهب إلى الحج. يبقى هنا في نصرة الحق أجره أعظم من أن يذهب إلى الحج وهو يناصر الظلم. نعم، جزاكم الله خير. الأخ أحمد من جادو يسأل عن حكم بيع ما يقبض عليه من الأغنام المهربة، تؤخذ هذه الأغنام وتباع في السوق بسعر الدعم ويعطى ثمنها إلى أصحابها إلى أصحابها المهربين أنفسهم. أي نعم، وممكن بقي فقرة في السؤال السابق قد يكون لم يتضح الجواب للسائل، لكن إذا كان الواسطة هكذا مجردة بريئة ليس فيها رشوة ولا فيها مداهنة ولا فيها نفاق ولا فيها كذب، ووجد من يعينه ويساعده لله سبحانه وتعالى، فله أن يقبل ذلك وحجه إن شاء الله يكون يعني جائز المشروع لا حرج فيه. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. أما فيما يتعلق بالسلع المهربة وهذا التصرف الذي فعله أصحاب هذه البوابات في شكشوك وفي غيرها، هذا موقف شرعي وموقف صحيح وجزاهم الله خير وبارك الله فيهم وكثر من أمثالهم، ولو كان كل الناس في البوابات في المنطقة الغربية كلها وقفوا هذا الموقف ما كان يحصل هذا الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هؤلاء يغيروا المنكر بأيديهم فجزاهم الله خير ووفقهم وبارك فيهم. وكونهم باعوا هذه الأغنام لأهل الوطن بالثمن المدعوم هذا تصرف شرعي صحيح، وأعطوا الثمن لأصحاب المهربين هذا أيضا موقف صحيح، ولكن نقص شيء واحد، وكان يجب عليهم أن يأخذوا عليهم ويقبضوا عليهم ويؤدبوهم، لأن يعني اللي يفعل هذا الفعل ويهرب المال العام ويلحق ضرر بالمسلمين عقوبته التعزير على الحاكم وعلى من يملك الأمر أن يعزره، يعزره بالسجن بالحبس بالضرب بأي صورة من الصور، بحيث يعني يكون تكون هذه العقوبة رادعة له لا يعود إليها مرة أخرى. هذا الشيء الوحيد الذي نقص من عملهم هو تأديب هؤلاء المهربين والمجرمين، ما إطلاق سراحهم فلا يجوز هكذا،
مجانا، وما فعلوه فيما يتعلق بالبيع واعطاء الثمن هذا امر صحيح شرعي لا غبار عليه. بارك الله فيكم شيخنا. ايضا هناك سؤال عن حكم بيع الماء مثل هذه المحلات التي تفتح للتحلية وتكون مصادر المياه مختلفة، منها من عن طريق ماء الدولة من البلدية بالنهر أو عن طريق الأبار الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، ومنها الماء، الماء الناس شركاء فيه، والنار الناس شركاء فيها، يعني فيها هذه أشياء مباحة ما يصحش الإنسان أن يستهتر بها، ولكن هي مراد بها الأشياء اللي تكون شركة للناس العام، لعامة الناس، تكون في الصحاري، نار لا يملكها أحد، بيبيعها واحد، يعني هذا ماء بير، يعني صاحب حفرة في الصحراء من أجل السبيل، يجي واحد بيستولي على الماء بتاعه ويبيعه، هذا حرام لأن الناس شركاء فيه. النار والماء والكلى، العشب في الصحاري مش مملوكة، أرض مش مملوكة، يجي واحد بيحوزها ويمنع الناس منها حرام عليه، بياخذ ماء للسبيل وبيحوزه ويبيع حرام عليه، نار كذلك حرام عليه. لكن إذا كان الشيء محوز إليه ملك من أملاكي في بيتي أو في مزرعتي أوصلته إليه الحكومة، سواء كان يدفع في ثمن أو لا يدفع في ثمن، يكون غاصب، إذا كان الحكومة تطلب منه الثمن وهو لا يدفع فهو غاصب للماء حرام عليه، يجب عليه أن يدفع الثمن. لكن ما دام أوصلوه إليه ومكنوه منه فهو في حوزته. إذا هو حفر بير في أرضه وفي ملكه ويريد أن يبيعه فلا حرج عليه لأن هذا ملك من أملاكي. فالإنسان إذا ملك شيئا جاز له أن يتصرف فيه بأنواع التصرفات كلها، البيع والهبة والتصرف كله له جائز. لكن الممنوع، فإذا من يكررون الماء في بيوتهم سواء كان من الماء البلدية أو من ماء يشترونه بأي جهة أخرى من ماء يملكونه فله من يبيعه، البيع فيه جائز ومشروع. وحتى من يعني يحفر بير في أرضه ويشتروا منه الناس بالبطيات ويبيعوه ويوزعوه على الناس كله جائز لأن هذا ماء مملوك. أما الماء الذي لا يجوز بيعه هو الماء الذي في الصحارى الذي لا يملكه أحد. بارك الله فيكم شيخنا. هناك من يسأل وهو مبروك من بنغازي أيضا، تكلم عن صندوق الزكاة ويقول أنه يحتفظ بأموال ولا يصل إلى الاستفادة منه، فما تعليقكم في ذلك شيخنا؟ يعني هذا هو كلنا استغربنا كما استغربه، لأن عندما سمعنا إعلان في قناة التناصح يعني إدارة الزكاة وما أرسلته إلى القناة وبثته القناة أن كل من يريد أن يبني بيت، كل من عنده بيت يبني صونة، كل من يريد أن يتزوج، كل من عنده مشروع صغير يريد أن يموله، كل من هو فقير، كل من هو كذا، كل من هو كذا، عندما أنا سمعت شخصيا هذا الإعلان قلت والله هذا لو كان عندهم حتى مليارات، هذا صندوق الزكاة ليقول في هذا القول، حتى والله لو كان عنده مليارات لا يستطيع أن يلبي كل هذه الطلبات. زمان وفي عهد القذافي عملوا ميزانية 20 مليار لبناء مساكن للناس لهم محتاجين المساكن، ما سدوش حتى 20% من الطلبات. فأنت عندما تعمل إعلان هكذا وتقول وينك اللي ما عندهش حوش، وينك اللي بيتزوج، وينك اللي يبي بيت بن صونه، وينك اللي يبي عمل، وينك اللي مريض، وينك اللي فقير، هذا في عدم مصداقية من أول أساس، إعلان غير صحيح. وأنا بنفسي استغربت هذا الأمر عندما يعني أعلن. فإذا أراد الإنسان يكون صادق عليه أن يعني يتكلم بقدر ما يستطيع أن يعمل، والمهم هو العمل وليس هو الكلام. الناس يعني كثر فيها الكلام لأجل الدعاية ولأجل السمعة ولأجل أن يقال فلان دار وفعل، الإدارة الفلانية فعلت والمكان الفلاني فعل، وهو في الواقع لا يفعل شيئا. وهذا مثال من هؤلاء الناس الذين تقدموا كما قال إلى دار الزكاة، إلى ما هذا صندوق الزكاة، وهو رجل محتاج وقال عمره 55 سنة وساكن بالإيجار وأموره كلها يعني في غاية الحاجة، ومع ذلك لم يجد من يلتفت إليه ولم يسمع إليه. فأنا أهيب بالناس الذين مسؤولون، هم مسؤولون على صندوق الزكاة، أن يكونوا واقعيين ويكونوا عمليين، وكل ما لديهم من المال عليهم أن ينفقوه في خلال السنة. هذا هو الواجب، الواجب على الوكيل اللي يتولى
صرف الصدقة لأصحابها نيابة عن أهلها، نيابة عن أصحاب الزكاة، من أسنى إليه هذا الإنفاق وهذا الصرف مثل صندوق الزكاة وغيره، الواجب عليه أن ينفق هذا المال في خلال العام ولا يتركه حتى يأتي عليه العام الآخر، لأنه لا يجوز له حجز المال وحبسه عن أهله وفي البلد محتاجين، في البلد هناك ناس محتاجون وهو يعني يمنعه ومجرد هكذا يتكلم. فعلى صندوق الزكاة أن يراجع نفسه وأن ينفق كل المال ويعمل ضوابط شرعية صحيحة، لا ينفقه على نفسه وشهواته وعلى وظائفه وعلى سياراته وعلى علاواته وعلى لجانه، هذا حرام لا يجوز، يعني تحت اسم العاملين عليها سواء كان في الأوقاف ولا في الزكاة يأكلون يعني أموال الوقف وأموال الزكاة في أشياء فارغة ولا يعملوا العمل. الذين يأخذون يعني نصيب العاملين عليها كانوا يعملون بالفعل، كانوا يخرجون إلى، كانوا السعاة يخرجون إلى الصحاري وإلى أماكن الرعي وأماكن شرب الإبل والبقر والغنم، ويسافرون ويعدون الغنم والإبل والبقر ويوفرون على الناس الجهد ويأخذونهم الزكاة في أماكنها، وكانوا يخرجون إلى الناس ويأخذون الحب من الزرع. هؤلاء كان يعني عندهم نصيب، ونصيب هؤلاء يراه ليس هو مطلق ومفتوح كما يريدون، بل هو النصيب المعتاد ليأخذ مثل واحد يعمل لعملهم أجرة، مثل أجرة المثل. أما نعطيه 10% ولا 20% مما يجبيه فهذا لا يقول بأحد، لا من الأقدمي ولا من إلا هؤلاء الذين يعني يستحلون أموال المسلمين في أموال الزكاة وأموال الوقف. ما في أحد من المسلمين يقول لك أن تأخذ 20% مما تجبيه. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. كنتم معنا في هذه الحلقة، كذلك نشكر الإخوة المشاهدين والمستمعين على طيب متابعتهم، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى.